الأبوية، وأيضا الراديكالية اليمينية واليسارية، وإن احتدام الأزمات السياسية الداخلية وخاصة في الدول المتقدمة، وهذا يؤثر على صفات العلاقات الدولية ولا يعطيها الاستقرار، وأيضا يؤثر على المؤسسات الدولية والأزمات الإقليمية. وأنا ذكرت في حديثي الأمس مع الرئيس الأمريكي على تمديد اتفاقية ستارت 3، ولكن تبقى هناك الخلافات الموجودة والتي هي تسبب عدم قدرة على حل المشاكل الموجودة في القرن العشرين، كانت قد أدت إلى الحرب العالمية الثانية، والآن نأمل على أنه لن يكون هناك أزمة ساخنة في العصر الحالي، ولكن هناك احتمال للتطور بشكل غير متوقع لا يمكن التنبؤ به، ويجب اتخاذ الخطوات لكي لا يقع هذا الحدث، ولكي لا يكون هناك انقطاع في التطور العالمي أو الحرب الجميع ضد الجميع. وإن دمار ليس أو هدم كافة القيم الأساسية مثل الأسرة وأيضا حرية الخيار. وأيضا أود هنا أن أشير إلى أن الأزمة في القيم الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى نتائج وتخاطر البشرية فقدان كثير من الأسر، ويجب العمل لتجنب مثل هذا التطور وضمان التطور بمسار أكثر ديناميكية وإيجابية ومواجهة التحديات الأساسية التي حسب رأيي تقف أمام المجتمع البشري، والأولى منها هي الاقتصادية والاجتماعية. نعم، إذا ناقشنا الأرقام ورغم الأزمات في عام 2008 و2020، فإنه في الأربعين سنة الأخيرة كان الاقتصاد ناجحا في الاقتصاد العالمي، بدءا من عام 1980 فإن لقد نما القوى الشرائية للسكان بضعف، وهذا أعطى نتائج إيجابية للنمو السريع للدول النامية، وسمح لأكثر من مليار شخص بأن يتقدموا، ومقارنة بأن الدخل من 5.5 دولار للشخص، فإنه حسب تقييم صندوق النقد الدولي، فإنه في الصين عدد السكان في الصين الذين أقل من الدخل أنه أقل وصل إلى أو تقلص لوصل إلى 300 مليون شخص بدلا من أنه كان فوق المليار. في الوقت الحالي نحن نرى أن دولتنا تتقدم إلى الأمام، والنقطة الأهم والمسألة الأهم التي يجب أن تعطي الجواب على المشاكل الكبيرة هو ما هو صفة هذا النمو العالمي، من الذي حصل على المنفعة إلى شيء كما قلت فإنه أخذته الدول النامية التي استفادت من النمو على منتجاتها التقليدية والجديدة، ونتيجة هذا البناء في الاقتصاد العالمي لم يكن فقط خلق أماكن العمل الجديدة، وإنما أيضا الفروقات الكبيرة في دخل السكان، وهذا
ما رأيناه أيضا في الدول المتقدمة حيث أن الدخل هناك أكبر بكثير، وأن عملية انقسام الطبق في الدول المتقدمة ظهر أنه أكثر عمقا، وحسب تقييم الصندوق النقد الدولي فإن الدخل في الولايات المتحدة كان في العام 2000 قد نما في عام 2016 إلى نسبة أكبر، وإن الدخل الكبير للشركات الكبيرة الأمريكية والأوروبية ولكن مرة أخرى إذا تحدثنا عن دخل الشركات فلمن وصل هذا الدخل؟ والجواب واضح، لواحد بالمئة فقط من السكان. وما الذي جرى في حياة بقية السكان؟ في السنوات الثلاثين الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة فإن نسبة أكثر من نصف السكان لم ينمو الدخل لديهم، وإنما خدمات التعليم وباقي الخدمات الصحية أيضا كانت قد نمت بنسبة 3 أضعاف، وهذا يعني أن ملايين الناس من الدول في الدول المتقدمة لم يروا أفاقا لنمو دخلهم، ولكن يحاولون أن يحافظوا على صحتهم وكيف يمكن أن يضمنوا التعليم لأطفالهم. وحسب التقييمات للمنظمات الدولية للعمل في عام 2019 فإن 21% أو 260 مليون شخص في العالم لم يتعلموا في أي مكان ولم يعملوا في أي مكان. العمال هناك مؤشرات أهم، 30% من المواطنين أولئك الذين لا يحصلون على مزيد من الرواتب، وطبعا هذه الثغرات الاقتصادية الاجتماعية هي مؤشر لإجراء تعديلات اقتصادية في الثمانينات للقرن الماضي، وفي أساس هذه السياسة كان موقف ترك لواشنطن حيث الأولوية تعود إلى الشركات الخاصة وشركات العابرة للقرض. وكما ذكرت سابقا أن الجائحة قد وترت الأوضاع الاقتصادية، وأيضا لاحظنا تدهورا اقتصاديا، وأيضا نشهد فقدان 500 مليون كوادر وفرصة للعمل. وبالطبع هذا مؤشر جبار وكبير وأرقام هامة، وطوال السنة الماضية العالم فقد 3.5 تريليون دولار بسبب هذه الجائحة، وهذه المؤشرات تتعاظم حاليا، وبالطبع التوترات تتعزى. لو نظرنا إلى السنوات 20 و30 الماضية فكان يمكننا حل هذه المشكلات بفضل المؤشرات الجزئية والكلية، أما الآن فهذه المؤشرات والآليات غير قابلة للتنفيذ حاليا والتطبيق. وهذه ليست تصريحاتي فقط، وإن هذه التصريحات لصندوق النقد الدولي والقطاع الخاص هو أيضا القطاع البنكي وحتى في بعض الاقتصادات لبلدان أخرى هناك كثير من الضرائب، وهذه الضرائب الجبارة
والبالغة، وفي بعض البلدان الدول والبلدان المتقدمة والمتطورة هذه الضرائب تقلصت. وأيضا يمكننا أن نقول إن كل هذه الأمور السلبية توتر الأوضاع وتؤدي إلى ثغرة كبيرة اقتصادية واجتماعية بين المواطنين في مختلف البلدان. وهناك كثير من الخبراء من اقتصادات الدول العالمية تحدثون عن هذه المشاكل وعن الثغرة الاقتصادية المواطنين، لأن هذا يدل على عواقب وخيمة وغير متوقعة ومتكهنة، ويجب علينا إعادة بناء المنظومة الاقتصادية. وبالتبع طوال السنوات العشرين الماضية هناك أسس للمضي قدما في المجال الاقتصادي، وعلى أساس من العقل الاصطناعي والرقمية وغيرها من التكنولوجيات والتقنيات المتطورة والمتقدمة. ولكن هذه العمليات أيضا تشكل بعض المتغيرات، وأقصد سوق الكوادر. وبالتبع السلطات والحكومات يجب أن تخطط لخلق مزيد من فرص العمل. وبالتبع هناك موجة ثانية من التحديات الاقتصادية بالنسبة للبشرية. نمو هذه المشكلات والثغرة الاقتصادية الاجتماعية، كل هذا تؤدي إلى انقسام في المجتمع العالمي وفي مجتمع البلدان المختلفة. بالطبع هذا الأمر غير مقبول تماماً، ويجب علينا حل هذه المشاكل والمصائب. أو كل هذه المشاكل الاقتصادية تولد اضطرابات اجتماعية، ويجب علينا حل هذه المشاكل. وتتولد أوهام وانطباعات بإغماض العين عن هذه المشاكل أو ترك هذه المشاكل جانبا. على أي حال المجتمع سيكون منقسما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن الناس يريدون أن يعيشوا بازدهار وبرفاهية وبدون أي مشاكل اجتماعية. مهما كانت اعتقادات سياسية لدى المواطنين، كل هذه المشاكل تؤدي إلى عواقب وخيمة. الدور المهم تلعب هو التكنولوجيات والتقنيات والعمالقة والشركات الكبرى. مثلا في الولايات المتحدة إبانا هذه الانتخابات الأمريكية، كانت هناك من الشركات والعمالقة الرقمية لعبت دورا محوريا في مختلف الفضاءات، وأيضا تتنافس مع مؤسسات الدولة. وهناك مشتركون كثيرا لديهم مليارات من المشتركين الذين يعيشون في هذا العالم الرقمي. وبالطبع هذه الشركات والعمالقة ينفذ دورا هاما في الاحتكار. وما هي الحدود بين البيزنس الجيد والمطلوب بالخدمات وتضافر المجهودات الرامية للاحتكار ولهيمنة المجتمع وتبديل مؤسسة الدولة والاستحواذ على بعض الآليات المسيطرة على الإنسان والبشرية وغيرها من الأمور
الاجتماعية. كل هذا قد شهدناها في الولايات المتحدة مؤخرا، والجميع يعرفون ذلك، وأنا على يقين بأن غالبية الناس يشترون هذا الرأي. وإضافة إلى أولئك الذين يشاركون في هذا المنتدى، ونقطة ثالثة تتمثل في المشكلة التالية يمكن أن نواجهها. Нерешенные и нарастающие внутренние...